لحظات سعادة ملت قلوبنا امبارح ومستمرة، ويمكن أنا سعادتي النهاردة كبيرة جدا شخصيا كمان، لأنه ضيفي على التليفون حالا هو واحد من الفنانين القليلين اللي تعبوا واشتغلوا على نفسهم ووصلوا لمرحلة كبيرة جدا ومهمة من النضج الفني. خلاص بقى تميمة نجاح الفيلم اللي هو موجود فيه، أنا متأكدة أنه بيبقى ناجح. يتميز ببراعة شديدة في التلون، في تجسيد أدوار مختلفة، وقبل كل ده هو إنسان متواضع، بيعرف معنى الكلمة اللي بقولها قد إيه بتأثر. أنا شخصيا قال لي كلمة خلتني أغير حياتي، بقيت ببص لفوق كده وبقول لربنا سوق، أيوة ربنا هو اللي يسوق حياتي. هذا هو ماجد الكدواني، هذا الرجل الذي يترك دايما أثر طيب في أصحابه، في زملائه وفي شغله. كل سنة وانت طيب يا ماجد. كل سنة وانت طيبة يا مدلي، ميرسي على المقدمة العظيمة دي، يعني مقدمة يعني لا أستحقها، يعني جدا جدا. انت تستحق طيب. الكثير، وبالزمن والفن بقى عارف تماما مين هو ماجد المصري، ماجد الكدواني. كويس ماجد المصري معايا بكرة. ماجد الكدواني انت أثرت بي أنا شخصيا، أنا كنت في مرحلة من عمري كده ب 2019 2018 كنت حزينة، وتقابلنا وقلت لي كده خليه هو يسوق. صحيح. غيرت حياتي يا ماجد يا كدواني، انت فيك طيبة الدنيا. تعيش لا البركة في ربنا صدقيني، والبركة في قلبك الحلو، يعني انت اللي شاطرة انك عندك مرونة كافية ان انت تسلمي حياتك وان انت تسيبيها لربنا هو اللي يمشيها. اذا كان هو ضابط الكون كله وضابط الكل وهو اللي ممشي الكون كله بهذه الدورة الكونية الرهيبة، مش هيعرف يمشي حياتنا. الله عليك. قول لنا يومك النهاردة عامل إيه؟ يعني أنت كده زينا زي كل الناس، يعني في عيدية والعيال وكده، قول لنا. طبعاً. يوم العيد عامل إيه النهاردة؟ يوم عادي خالص، أنا هو على كوبري أكتوبر رايح أزور خالتي، يعني أنا كل أهلي خلاص راحوا السما، فاضل لي خالتي بروح أعيد عليها. الله يرحمهم. وتعيش يا حبيبتي، وربنا يديكوا الصحة وطولة العمر. وعايز اشكرك على المقدمه الحلوه قوي، ويعني فكره انه كل سنه ومصر كلها طيبه. طبعا يعني انا سعيده انه حدثين مهمين، هذا التقليد اللي ارساه الرئيس السيسي ده تقليد عظيم، ويظهر اولا عن نبله وعن انسانيته وموسوعيته، عمل نقله مختلفه. ومحظوظه انه معايا ماجد الكدواني، والنهارده الحقيقه في رومرز حلوه قوي، اشاعات انك انت هتعمل شخصيه تاريخيه دينيه مهمه، سمعنا عنها، تحب تتكلم عن الحكايه دي؟ ايه هي، حقيقه ولا اشاعه ولا ايه؟ لا حقيقه مفيش اي حاجه واضحه الحقيقه، اصل انا خدي بالك انا ما عنديش اي سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا حاجه، لكن واضح انه الموضوع كبر من على السوشيال ميديا، لكن انا ما اعرفش اي حاجه ومفيش اي اتفاقات رسميه ولا في اي حاجه خالص. طب تحب نقول الشخصيه اللي هم يعني عايزينك تعملها، ولا انت متكتم مش عايز تتكلم لانها مش؟ لا خالص، مع مصر كلها عارف شخصيه البابا شنوده. اوكي تمام. والله يا ريت يعني اتمنى انه يتعملوا، لانه لم يكن بابا عادي، كان بابا استثنائي. الحقيقة أعمال التلفزيونية عندك قليلة، أنت قاصد كده يعني عامل خطة أنك أنت تبقى سينمائي وتبعد شوية عن التلفزيون ولا إيه؟ حقيقي أنا حابب قوي فكرة السينما فعلا، يعني مستمتع بيها جدا جدا، وحابب فكرة الساعة ونص، حابب فكرة البداية والوسط والنهاية، يعني لأنه جرعة التمثيل في السينما مكثفة بتشبع. أنا مش بحب أكل أكتر من طاقتي. برافو عليك. لأ هو كمان يعني إنك توفر إطلالتك فنبقى مشتاقين متشوقين هتقدم لنا إيه. حقيقي. في لوك كده معرفش أنت شايف طبعًا، أنت بتسوق مش هتكون شايف، حاطين لك لوك إحنا قصاد صورتي، دقن بيضة وشنب، هو إيه ده؟ ده لوك جديد لعمل ولا إيه؟
دقن بيضة. لا يمكن كنت مربي دقني فعلا علشان فيلم مع عمرو سلامة اسمه بره المنهج. وبعدين تم تأجيله لمارس ان شاء الله لشهر مارس او اواخر فبراير. ودخلت عملت مع كريم عبد العزيز وانتاج الاستاذ وائل عبد الله فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين. البعض ايه؟ البعض ايه؟ البعض لا يذهب للمأذون. ده انتوا بتردوا على البعض يذهب للمأذون مرتين. حلو 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 قوي. البعض يذهب للمأذون مرتين كان اخراج الاستاذ محمد عبد العزيز طبعا هذا العظيم. ده تأليف ايمن وطار وفيلم لطيف جدا جدا وبيناقش فكره العلاقات الانسانيه والعلاقات الزوجيه بشكل كوميدي انساني جدا جدا. انت سبقتني سبقتني لاني انا كنت جايه اسالك انه لازم يكون كوميدي لانه محمد عبد العزيز ملك من حيين نقول له كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. وهو كان يقدم خفه الدم هو واخوه عمر عبد العزيز طبعا. اسماء بتاخدك للابتسامه. المسرح انا بحس انه المسرح له مجد خاص حقيقي. طبعا برافو عليك. كان ليك إطلالة مسرحية بس قديمة يعني بقالنا قد إيه ما اشتغلناش مسرح؟ من 2013 الحقيقة يعني 2008 عملت الإسكافي ملكا مع الأستاذ خالد جلال على المسرح القومي و2012 لقعدة 2013 في بيتنا شبح تأليف الأستاذ لينين الرملي وإخراج الأستاذ عصام السيد. الإسكافي ملكا كانت تأليف الأستاذ يسري الكندي. استمتعت بالتجربتين دول جدا 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 الحقيقة يعني. جميل. بس هو المسرح انا المسرح اللي بحبه يا مدين هو اللي بيستمر كذا سيزون يعني. يعني بص حضرتك انت اتكلمت عن مسرحيتك دي مسرحيه عالميه. مستر حضرتك يا مستريش ما فيش انا اوكي يا ماجد. يا مجوده حلو كده. بص انت لو العيال معاك روحوا اتفسحوا. انا سمعت خبر اسعدني جدا كانوا في ناس قالوا انه النهارده الفسحه في جنينة الحيوانات للأطفال وكده إنه رفعوا السعر لستين جنيه. لأ دي كدبة. التسعيرة 5 جنيه. أنت عارف إني أنا كنت بروح كنت من سكان المنيل كنت بزور جنينة الحيوانات وفي زرافة أجيب لها خس تفتح بقها تفتح بقها كده وتاخد الخساية بق واحد. على فكرة تعرفي أنا بعشق حيوان لان الحيوان احساسه عالي جدا وفطري جدا. وما بيمثلش ما بيتجملش. ما بيتجملش فعلا. كل حاسس بيه بيعبر عنه. انا بعشق الحيوان. صحيح صحيح. استاذ ماجد الكدواني معلش انا هفضل اقول لك استاذ لانك استاذ. العفو يا فندم. واحنا فرحانين وفخورين بنجاحك وان شاء الله نشوفك قريب جدا ايضا في عمل تلفزيوني عشان البيت المصري. كل سنه وانت طيب باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه ويا رب دايما يعم الخير والسلام والمحبه وكل فرح يا رب دايما مصر تعيش يا رب دايما. امين يا رب. شكرا 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 ليك. شكرا ليك يا مدينه اتشرفت. مع السلامه. نطلع فاصل ومكملين مثل ورد.